إنه شرس ومجنون، كاد يدق عنقي. الحصان الحر لا يقبل أن يعتدي ظهره إلا الفارس الجدير بذلك. هذه إهانة لن أقبلها. وهو لم يقبل إهانتك له بامتطائه. لن يقدر فارس من بني تميم على امتطائه، إنه مسكون بالجن. وإذا امتطيته؟ هو لك، وإن فشلت تدفع ثمنه ويبقى لي. وهذا سبب آخر يؤكد ما قلت، الفارس لا يتخلى عن فرسه أبدا. عبيدة بن ربيعة عندما سأله الملك أن يعطيه فرسه سكابا منعها عنه وقال: أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع، مغداه مكرمة علينا، يجاع لها العيال ولا تجاع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها بشيء يستطاع. حصاني كان دلال المنايا، فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني، فدع السماع. ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. ملأت الأرض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيها اتساع.